هذا سائل يقول: هل الوضوء داخل الحمام جائز؟ وكيف يفعل إذا أراد أن يبسمل؟ نعم، جائز الوضوء داخل الحمام، لأن الحمام بلاط ومحل قضاء الحاجة في مكان مخصص، وبقية الغرفة طاهر لأنه يجري عليه الماء ونظيف، فيجوز أنه يتوضأ في الحمام. وإن سمى بأول الوضوء فلا بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فالتسمية واجبة، فيسمي في بداية الوضوء.